ففي يوم بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر لا يريد إلا عير قريش. فلما علم أن العير قد فاتته استشار أصحابه في المضي إلى بدر من عدمه، فأسمعه أبو بكر وعمر ما تقر به عينه عليه الصلاة والسلام، ورغب النبي أن يسمع كلام الأنصار لأن العقد الذي بينهم وبينه في بيعة العقبة أن ينصروه ما داموا في المدينة، وليس في العقد الذي بينه وبينهم أن ينصروه إذا تركها وبدر خارج المدينة. فقام المقداد بن الأسود رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وذكر رضي الله عنه كلاما بعد ذلك برقت له أسارير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل حاضرا، وهو الذي نقل هذا الخبر إلينا، فقال رضي الله عنه وأرضاه: فتمنيت أن أكون قد قلت ما قاله المقداد. لما رأى عبد الله بن مسعود أن أسارير وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم تبرق من هذا الكلم فرح، وغبط أخاه على ما كان منه. فالمؤمن إذا رأى عبدا من عباد الله وفقه الله عز وجل لمال ينفق منه، أو لعلم ينشره، أو لجاه يستعمله في طاعة الله، أو رزق أولادا يعينونه على ذكر الله، فإنما يتمنى أن يكون مثله، لا حرج في ذلك البتة، لكنه لا يحسده ولا يقع في قلبه غل عليه، ولا يمشي في الناس يشكك في نية أخيه ونية صاحبه ونية جاره أو نية ولي الأمر أو نية العالم. فانظر إلى هدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أثنى خيرا على المقداد ونقل لنا فضل المقداد رضي الله عنه، وأخبرنا بما كان منه، ولم يخف شيئا من مآثر المقداد. وهذا هذه النفوس الزاكية والهمم العالية التي كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي بوأتهم تلك المكانة التي جعلهم الله عز وجل برحمته وفضله بها. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدمين.